السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي قناة سوسو. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، وأن الفيديو ديال اليوم كالعادة يلقاكم في أحسن الأحوال. إن شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفة هي رائعة رائعة بزاف باش تخلصوا من الكحة أو من السعال. هاد الوصفة هادي غتنفعكم بزاف بزاف نظرا للجو المتقلب، وخصوصا أننا يعني مقبلين على فصل الشتاء. هاد الوصفة راه مجربة مني شخصيا، ويعني كيستعملوها الناس قديما ماشي غير دابا، كتعطي واحد النتائج اللي هي رائعة رائعة جدا. فقط يعني نستعملوها غير مدة 3 أيام كتبان النتائج ديالها، كنتخلصوا من الكحة وما غاديش نحتاجو يعني لا نشري ولا دواء أو لا ناخدو ستيرو نهائيا. غنتهناو من هاد الناحية. هاد الوصفة هادي المكونات ديالها كلها طبيعية وموجودة يعني في كل بيت. ودابا ندوزو المكونات ديال هاد الوصفة هادي وطريقة التحضير ديالها. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي نحتاجو فيها غير جوج ديال المكونات، اللي هما غنحتاجو اللفت. انا غنستعمل ثلاثة ديال اللفتات، نتوما تستعملوا يعني على حساب شحال بغيتو تخرج لكم. بغيتو كمية كتيرة كتزيدو اللفت، بغيتو كمية قليلة فكديرو غير وحدة او لا جوج. المكون الثاني اللي هو العسل، ولا ما عندكمش العسل تقدروا تستعملوا السكر. فالعسل فهو مفيد، يعني لكان العسل افضل لانه ايضا مفيد في هذه الوصفة هذه. ولا ما كانش عندكم يعني استعملوا السكر باش يعاون باش انه يدوب لكم هاد اللفت هذا، وتعطيكم يعني تخرجوا منها الماء، لاننا هذا هو الهدف ديالنا ان نخرجوا الماء اللي كاين في هاد اللفت هادي. ندوزو دابا الطريقه ديال التحضير. اذا انا قشرت هنايا الفتات ديالي وغادي نحكهم بالحكاكه الرقيقه، يعني الحكاكه الرقيقه غتعاوننا باش انه يعني نخرجوا منها كميه كبيره ديال الماء. ما تحكوهاش نهائيا بالحكاكه الغليظه. بصراحه هاد اللفت هادي راه فيها يعني مكونات كثيره وفوائد كثيره، فيها بروتينات، فيها معادن، فيها الياف، فيها فيتامينات، فيها الحديد، يعني بزاف بزاف مزيانه. ولكن حنا يعني ما كنستعملوهاش بزاف، كنحاولوا اننا ندخلوها في الوجبات اللي كنوجدوا. فمزيان مثلا غير نديروها مثلا في شي شلاضة هكا، الا قد جيناها نديروها هكا خضرة، او نتناولو فقط العويدات هكا ديال اللفت هكا خضرة، فهي مفيدة جدا. وكذلك يعني مزيانة للناس اللي كيديروا مثلا الرجيم، او الناس اللي بغاو يضعفوا. مزيان كذلك القلب، يعني واخا نبقى نهضر عليها حتى نعيا، راه يعني فوائد عندها فوائد كثيرة كثيرة بزاف. صافي بعد ما حكيت اللفت اللي عندي هي هادي، اذا ضروري ما نديروها في شي اناء اللي هو زجاجي، غادي نعمرها فيه. دابا غادي نضيف العسل تقريبا واحد معلقة ونص. صافي ودابا غادي ندوز باش نخلطو مزيان. كيف ما قلت لكم، الا ما كانش عندكم العسل استعملوا السكر، وباش ما درتو العسل فهو افضل، لان هاد الوصفات هادو كنعرفوا ان العسل مفيد جدا، حتى هو يعني عنده فوائد ديالو يعني في هاد الامراض هادو اللي كيكونوا في فصل يعني الشتاء. صافي غادي نخلطوه مزيان. صافي غادي نسدو ليها وغادي نخليو ليها ليله كامله حتى تطلق الماء ديالها كامل، عاد نرجعو باش نكملو الطريقه. اللفت ديالنا بعد ما خليناها ليله كامله، غادي نرجعو باش نشوفو كيفاش كتجي.
اي ما كتشوفوا كتطلق واحد الكميه كبيره ديال الماء. كل ما خليناها راه تقدروا تخلوها غير ساعتين ثلاثه ديال السوايع الا كنتو محتاجينها دغيا، ولكن باش ما خليتوها باش ما عطاتكم كميه اكثر ديال هذا السيرو هذا اللي هو مفيد. اذا الطريقه الثانيه اللي غادي نديروها هو اننا غادي نجيب واحد الكاس اولا واحد الاناء وغادي نحاول انني نصفيها. انا غنحتاج غير الماء ديالها فقط، ولكن غنحاول انني نبقى ندير كميه بكميه ونعصرها باش نخرج كميه اكثر ديال الماء او ديال السيرو. على هذا الشكل هذا كنضغط عليها مزيان مزيان لان هذاك السيرو هو اللي مهم عندنا حنايا. راهي يعني غير شويه غادي يخرج لكم واحد الكميه لا باس بها. اسمحوا لي على الصداع، انا كاينه حدا الشرجم، الناس كيدوزو كيتسمع الصداع ديالهم. صافي غنحيد هذه لان حيدت ليها الماء اللي فيها. كتولي عندنا بحال شي عجينه متماسكه لان داك العسل يعني كتولي كتلصق. انا غنديرها في هاد القنينه الزجاجيه، ضروري ما نديروه في شي قنينه اللي هي زجاجيه، ما نديروش في قنينه بلاستيكيه. صافي كنحصلوا على هاد السيرو هذا كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي ديالو. اذا هذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه ديال السيرو ديال اللفت. كنعرفوا ان اللفت عندها بزاف ديال الفوائد، الناس ما كيستعملوهاش بزاف او نحنا يعني ما كنستعملوهاش بزاف، كنستعملوها مثلا مره في الاسبوع اللي كنديروها في السكسو، والمنافع ديالها كثيره، خصنا نستعملوها دائما وباستمرار. نستعملوها يعني كخضر من في الطاجين ديالنا او مثلا في الحساء ديالنا او لا في الصبه، فهي مفيده بزاف. اذا هذا السيرو هذا فهو مفيد للاطفال الصغار وحتى الكبار، يعني حيت فيه اللي يعني فيه العسل، فيه منافع كثيره، فما بالك اذا زدت عليه اللفت اللي هو ايضا فيه فوائد كثيره على الجهاز التنفسي ديالنا. فالاطفال يعني كيبغيو لانه فيه العسل حلو وما فيهش يعني شي مروره او لا شي حروره. يعني وكتعرفوا ان اللفت يعني الا خليناه كيولي اللون ديالو اسود، داكشي علاش عطانا هذا اللون هذا اللي هو يعني غادي البني. اذا هذا السيرو هذا يعني عنده فوائد صحيه بزاف بزاف على الجهاز التنفسي ديالنا. اول حاجه انه كيرطب لينا الحنجره ديالنا فاش كنستعملوه، ملي كنتصابوا مثلا بالبرد كيعاوننا باش اننا نحسنوا من التنفس ديالنا، كيعاوننا كذلك باش انه يعني كيحل لينا دوك الشعب الهوائيه اولا دوك القصبات الهوائيه. من الاشياء كذلك كينفعنا فيها انه كيزيد من المناعه ديال الجسم خاصه يعني في فصل الشتاء. كذلك انه يعني فاش كنتصابوا بالامراض الموسميه بحال البرد بحال الكحه بحال الروح فهو مفيد جدا جدا جدا. وان يعني كنستعملوه فقط غير 3 ايام غنلقاو فيه راحتنا، ويعني كتبان لينا واحد النتيجه من اول الاستعمال ديالو. فهاد السيرو هذا راه مضمون 100%، فقط نستعملوه 2 مرات في اليوم ملي كنتصابوا مثلا بالبرد او لا بالكحه او لا بالروح، ف
فكنستعملوه مره يعني كنشربوه في الصباح على الريق قبل ما نفطروا، وكنستعملوه قبل النوم. يعني ما نحاولوا ما نشربوا عليه مازال لا ما لا والو، نخليه باش يبقى لنا في الحنجره ديالنا ويعطينا نتائج افضل. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه هذه، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا لايك وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد القناه.